بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، اهلا وسهلا بكم. محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الثالث. طبعا وصلت وياكم المحاضرة مهمة من محاضرات الفصل الثالث، ومن المحاضرات اللي كانت محذوفة في الاعوام السابقة 19 وال20 وال21 وال22. فاحنا وصلنا وياكم اليوم للتكاثر في الكلاميدوموناس. في المحاضرة السابقة اخذنا التكاثر في البراميسيوم، احنا بعدنا بما التكاثر في الطليعيات. ناخذ شنو التكاثر بالكلاميدوموناس. اول شيء خلينا نعرف الكلاميدوموناس. الكلاميدوموناس شنو هو الكلاميدوموناس قبل لا نعرف شنو التكاثر وانواع التكاثر مالته. باو اول ما تجي يقول الكلاميدوموناس كائن حي. كائن حي، ادري هو اكيد كائن حي. زين، وحيد الخليه، انتبه لي شنو هو وحيد الخليه. لمن ينتمي؟ للطحالب الخضر. زين، كائن حي يعني هذا الكائن الحي هو شنو؟ جسمه كله متكون من خليه واحده. هسه شلون احنا اجسامنا من متكونه؟ متكونه من عده خلايا. احنا كائنات متعدده الخلايا، صح لو لا؟ اذا تذكرون بالفصل الثاني الانسجه اللي اخذنا قلنا كائنات تكون اجسامها من خليه واحده، واكو كائنات تكون من خلايا متعدده مثل النباتات والحيوانات، صح لو لا؟ فهنا يقول الكلاميدوموناس كائن حي وحيد الخليه. مين؟ من الطحالب الخضر. بس انتبه لي، اريدك تركز. يا طحالب الخضر، يا طحالب الخضر، هسه اقول لك اياه. هاي الطحالب الخضر يصير اقول المزرقه، يصير هسه واحد يقول سال احنا مو اخذنا انه طحالب الخضر مزرقه بدائيه، صح لو لا؟ بالمحاضره الاولى من المحاضرات الفصل الاول قلت لك لا، الطحالب الخضر المزرقه بدائيه، بس كلمه الطحالب الخضر حقيقيه النواه. وعندنا مثال عليها من هو؟ الكلاميدوموناس. خوش حكي. فاذا هو اول نقطه شنو هو؟ من الطحالب، شوف كائن حي وحيد خليه من الطحالب شنو هو؟ الخضر. وهو يعيش وين يعيش؟ بالبرك والمستنقعات. البرك يعني المياه الآسنه، المستنقعات المياه الآسنه. وبعد وين يعيش؟ بالبحيرات. فاذا يجيك فراغ، فرضا يجيك يعيش في الكلاميدوموناس في فراغ وفراغ وشنو هو؟ وفراغ اللي هو شنو؟ البرك والمستنقعات والبحيرات. خوش حكي. زين، يقول تتميز الخليه الخضريه. استاذ شنو معنى كلمه خليه خضريه؟ وليش سماها من دون الكائنات اخذناها اسمها خليه خضريه؟ باوع هو لمن ينتمي؟ للطحالب الخضر. يعني لازم يشبيه، لازم يشبيه ببلاستيده خضراء، صح لو لا؟ فسماها الكلاميدوموناس. دل هو كائن وحيد الخليه، هو متكون جسمه من خليه وحده، وهاي الوحده اطلق عليها شنو؟ خليه خضريه. على شنو سماها خليه خضريه؟ لان بيها بلاستيده خضراء. بس هسه راح ناخذه هنا، انتبه عليه. شو يقول؟ يقول يابا تتميز الخليه الخضريه لهذا الكائن يعني الكلاميدوموناس بامتلاكها شنو؟ صوتين. امتلاكها شنو؟ صوتين. وتكون محاطة بجدار سليلوزي سميك. إذن هاي مميزات الكلاميدوموناس، يمتلك صوتين. اثنين، شو يحتوي؟ محاط بجدار سليلوزي سميك لأنه حاله حال الخلية النباتية. زين، بعدين احنا راح ناخذ بالله بالتكاثر بالنباتات، أوجه التشابه بين الطحالب الخضر المزرقة والنباتات. ف النباتات بيها جدار سليلوزي سميك، صح لو لا؟ هنا قال سليلوزي يعني شنو؟ يعني جدار خلوي. يعني شنو هو جدار خلوي؟ زين، وتحتوي على بلاستيده خضراء. ايش قد عددها؟ واحده. بس هذه البلاستيده خضراء بيها كوبيه الشكل. ويتكاثر الكلاميدوموناس لا جنسيا وجنسيا. نجي عوفنا هسه من هاي، تيجي استاذ احمد سوي له ملخص للي حكيته. شوف تجي هاي هسه انا قريتها مثلكم. خوش حكي. تعال خلي نتفاهم. تعال ايش عندي؟ اول شيء الكلاميدوموناس هو شيء يقول عليه اول شغله مميزات. خلينا نسويها على شكل مميزات. مميزات شنو هي؟ الكلاميدوموناس. هذا الكلاميدوموناس انتبه عليه بمميزات. شنو هاي المميزات؟ اريدك تركز وياي. شوف هاي مميزات الكلاميدوموناس. نجي اول وحده شو يقول؟ خلينا نغير القلم، نختار هذا اللون. كائن
حي شبيه وحيد الخلية. أسوى كائن حي وحيد الخلية عرفناه. زين استاذ بعد بها نقطة ثانية. النقطة الثانية شنو ينتمي؟ ها ينتمي إلى الطحالب الخضر. خوش حكي. النقطة الثالثة هو إذا ينتمي للطحالب الخضر خليها ببالك، يعني ايش بيه؟ بجدار سليلوز سميك يحاط بجدار سليلوزي، بس هذا ايش بيه؟ سميك. خوش حكي. بعد النقطة أربعة ايش بيه؟ يحتوي على صوتين. خمسة بعد شنو ايش بيه؟ يحتوي بلاستيدة خضراء. ايش قد عددها؟ واحدة بس ايش بيها؟ كوبية الشكل. فإذا يجيك سؤال وزاري هنا انتبه عليه، سؤال وزاري. سؤال أعطي مثال المن البلاستيدة خضراء كوبية الشكل. كوبية الشكل يعني مثل الكوب. منو عندنا؟ عندنا الكلاميدوم وناس. خوش حكي. اذا با هاي مميزاتها تحفظها، يجيك عدد مميزات الخليه الخضريه للكلاميدوم وناس او الكلاميدوم وناس. تقول لك كائن حي وحيد الخليه، ينتمي الى الطحالب الخضر، يحاط بجدار سيلوز سميك، يحتوي على صوتين، يحتوي عليه من بلاستيدة خضراء واحده كوبيه الشكل. تعال شلون الرسم استاذ الكلاميدوم وناس حسب اللي موجود عندي هنا. شوف راح ارسم لكم رسم توضيحي بسيط. شوف كوبيه يعني هسه هو شلون شكله؟ هذا شكله صاير الكلاميدوم وناس. وش حكي؟ هذا الغشاء البلازمي بقى. العفو هذا هو شكله مو الغشاء البلازمي. خوش حكي. ايش يحتوي؟ اول شيء ايش قال؟ يحتوي صوتين، هذا صوت وهذا الثاني. زين يحتوي صوتين، اخوف عبالكم عيون. زين نجي يقول يابا هذا الجدار مالته سليلوز ايش يكون؟ يكون سميك. شوف شوف هذا الجدار السليلوزي مالته، هذا كله جدار سليلوزي سميك. شوفها شلون سميك؟ الاخضر كله جدار سليلوزي سميك. هسه واحد طالب يقول لي استاذ هو للخارج او الداخل؟ لا هو وين؟ للخارج. بس هذا الاسود انا يعني اخذت علي شنو؟ شكل الكلاميدوموناس. باوع؟ هذا جدار سليلوزي سميك، شوفه جدار سليلوزي سميك. زين نجي هو بي غشاء بلازمي لو لا؟ هذا نفرض الغشاء البلازمي، خلينا نقلل اللون مالته. هذا الغشاء البلازمي يقع للداخل ميل من الجدار الخلوي. زين ايش يحتوي بعد؟ هو ما دام خليه يعني ايش بيه؟ بي نواة. زين والنواة شنو بداخلها؟ نواية. هاي نقول نواة بداخلها نواية، وهذا شنو؟ جدار خلوي، وإلى الداخل من جدار خلوي من هو؟ الغشاء البلازمي. بعد ايش يحتوي؟ يقول يحتوي على بلاستيدة خضراء. هسه بلاستيدة خضراء ترسمها بغير لون، هاي البلاستيدة خضراء كوبية الشكل. باوع؟ بلاستيدة خضراء كوبية الشكل، وهنا يقول نشأ. بعد ايش يحتوي؟ يحتوي على نقطة حمراء نسميها البقعة العينية، هاي ماخذينها باليوغالينا بالصف الثاني متوسط. صار واضح طلاب؟ هذا هو الكلاميدوموناس. ما له علاقة هسه شلون يتكاثر ما يتكاثر، هسه اسولف لكم اياه. اريدك انت تفهم هو شنو الكلاميدوموناس. كائن حي وحيد الخلية ينتمي الى طحالب الخضر. زين ايش يحتوي؟ يحتوي من مميزاته يحتوي على صوتين، فرق عن اليوغالينا. اليوغالينا تحتوي صوت، هذا يحتوي على شنو؟ صوتين. بعد يحاط بجدار سيلوز سميك. زين ويقول لك هنا اعطي مثال الى بلاستيدة خضراء كوبية الشكل، نقول من هو؟ الكلاميدو موناس. نجي هسه هاي خلصت من عتها، راح امسحها هذه المميزات بعد ما عندي شيء بيها.
ناخذ هسه نرجع التكاثر. يقول يا ابي يتكاثر جنسيا ولا جنسيا؟ يتكاثر شنو؟ جنسيا ولا جنسي. نجي التكاثر اللا جنسي. يقول هنا باو، شوف السؤال الوزاري يقول اشرح عملية التكاثر اللا جنسي في الكلاميدو موناس. اشرح شنو عملية التكاثر اللا جنسي بمن بالكلاميدو موناس. جاب ياسنا بال88 دور الثاني، 91 دور الثاني، 2001 دور اول، 2016 خارج القطر، 2017 2020 2018 والتكميلي. خوش حكي. نجي التكاثر اللاجنسي في الكلاميدو موناس. نقول تتم عملية التكاثر اللاجنسي من خلال تكوين، تبع عليه، 2 إلى 8 أو ربما 16 أبواب متحركة. راح أقرأها مثل ما أنت باوع، راح أقرأ مثل ما أنت. أنا هسه راح أتخيل نفسي طالب زين وباوع عليه شلون راح أقرأ وشلون راح أفهم الموضوع إليه زين. يقول تتم عملية تكاثر اللاجنسي من خلال تكوين 2 إلى 8 أو ربما 16 من أبواق متحركة سابحة. تخلي لي خط على شنو أبواق متحركة سابحة. زين، بس شلون تكونت 2 إلى 8 أو إلى 16؟ بعملية انقسام تتم داخل الخلية ضمن الجدار السليلوزي. هاي تخلي لي عليها خط. زين، ليا خلية للأصلية تنطلق الابواق الحره بعد تمزق الجدار الخلوي الاصلي. يا هو الجدار الخلوي الاصلي. هنا صار عندي سؤال هسه قبل لا اكمل. ما التركيب الكيميائي؟ سؤال، ما التركيب الكيميائي لمن؟ لجدار الكلاميدو موناس. شنو التركيب الكيميائي؟ صار اقول سليلوز والخشبين. لو اقول بس سليلوز، بس السليلوز ليش؟ لان هو ايش قال لي؟ محاط بجدار سليلوزي سميك. فهنا خليها ببالك بس السليلوز. زين، هاي خلينا جواها خط. وتنمو، يقول هاي ال 16 يعني الاثنين ال 8 او ربما 16 تنمو الى خلايا خضريه مستقله سابحه بالماء. استاذ اشرح لي اياه، والله العظيم ما جاي افهمه. تعال انا هسه راح افهمك. تجي نرجع على السبوره. ايش عندي؟ شوف عندي هذا الكلاميدو موناس، خلي هذا الجدار الخلوي مال الكلاميدو موناس، الجدار الخلوي مال الكلاميدو موناس ايش قد بيه؟ بيه صوت او صوتين. شوف الغشاء البلازمي باع شلون راح ارسمه؟ هذا الغشاء البلازمي، هاي الخليه. خوش حكي. الجدار راح يبقى هو كما هو لان الجدار الخلوي ما له علاقه. الجدار الخلوي ايه ما له علاقه. راح يصير انقسام وين؟ هذا الاحمر راح ينقسم. زين راح ينقسم هو اذا واحد لازم ايش قد يصير؟ 2. زين يقول هو من 2 الى 8 الى 16 يعني لو 2 لو ينطيني 8 لو 16 وين؟ كلاميدوموناس باو. هسه هذا الخط الاحمر الاول الكبير هذا هذا راح يصير لو 2. شوف لو ينقسم قسمين هذا ايش قد؟ 1 2. لو ايش قد؟ 8. هاي ايش قد صار؟ 4 وهاي 6 وهاي 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 او شو يقول؟ الى 16. زين هذني كلهم راح يصيرن خلايا وين؟ داخل الجدار الاصلي. بس تعال شوف شلون اجي امسحها واوضح لك شغله. هاي الخليه بطن هذا هسه الجدار مال الكلاميدو موناس ما له علاقه بالجدار. زين ايش قد كان بداخله؟ خليه واحده. هاي خليه واحده. شوف الكلاميدو موناس راح ينقسم يقول قسامات. هاي ايش قد عدد؟ 2. خوش حكي. هو قال لو 2 لو 8 وهاي ايش قد صار؟ كل وحده تنقسم صار 4 صح لو لا؟ لو وهاي تنقسم وهاي تنقسم وهاي تنقسم وهاي تنقسم. هسه ايش قد صار؟ 8 او يقول 16 وهاي تبدي كل وحده تنقسم. جاي شوف شلون؟ هاي كلها وين صارت؟ بداخل هذا الجدار السليلوزي السميك. هسه ايش قد صار؟ يعني يقول تنقسم انقسامات وين؟ داخل الجدار السليلوزي. الجدار السليلوزي بعده هنا ما ينقسم ولا الكلاميدو موناس. دير بالك الجدار الكلاميدو موناس
مو بغشاء بلازمي، الغشاء البلازمي والسيتوبلازمي ينقسم بس الجدار ما ينقسم، يبقى ثابت زين. فهالانقسامات تصير بداخل الجدار، الجدار يبقى واحد زين. نجي هسه يقول لو تنقسم الخليه هاي الاصليه انمن الى اثنين او الى شنو او الى ثمانية او الى 16، وين داخل الجدار السليلوزي السمي. تعال خلينا نروح للكتاب، نروح اليمن على الكتاب. هذا الرسم مالتنا باو، هذا الرسم مالتنا. شوف هذا هسه الرسم مالتك، هذا الرسم انا كلش مهم عند الرسم. هذا الكلاميدوموناس، تجي الكلاميدوموناس هذا شوفوا خليه خضريه باوحه يشبيها بها نواه والنويه، وهاي يقول لك البقعه العينيه، وهاي صوتين خوش حكي، وهاي حبيبات نشا، وهاي البلاستيده الخضراء باو. شوفوا شلون صار كوبيه الشكل، بلاستيده خضراء كوبيه الشكل، وداخل البلاستيده عندي شنو حبيبات النشا زين. هذا شنو؟ هذا سيتوبلازم وهاي النواه. بس باع شوف انتبه، باع شلون معزوله هاي البلاستيده وين موجوده ضمن السيتوبلازم. باع هذا اللي جاي باقي سيتوبلازم، هذا جدار خلوي. تجي هذا الجدار الخلوي بقى، شوف انقسمت هاي كلها، انقسمت لو 2 لو 8 لو 16 خوش حكي. وراها راح شنو يتمزق هذا الجدار، تخرج الخلايا الخضريه شنو السابحه المتحركه السابحه وين بالماء، وبعدين شو يصير بها نفسها الخليه ترجع تكبر هذا حجمها خوش حكي. هذا شو اسمه بالرسم با، هذا الرسم شو اسمه، اسمه التكاثر لا جنسي. يقول لك ارسم التكاثر لا جنسي بالكلاميدوموناس، تجي ترسم هذا الكلاميدوموناس. هسه راح اعلمك شلون ترسمه، تقول شو يصير بيه تكوين خلايا بنويه ضمن الجدار الخلوي، وبعدين شنو ينطيني طلع لي بس خليتين هنا من 2 الى 16. انا خلينا ارسم لك 16، رسمت لك 2. تعال شوف شلون راح ارسمه بصوره سريعه. شوف تكاثر لا جنسي شلون راح ارسم لك اياه. تجي ايش عندي؟ هاي هذا الجدار الخلوي خوش حكي، وراها شنو؟ بلاستيده خضراء. خلينا نطوخها شويه، ايش بيها البلاستيده الخضراء؟ كوبيه الشكل، جاي شوف شلون؟ هاي البلاستيده الخضراء كوبيه الشكل، هاي البلاستيده الخضراء كوبيه شنو؟ الشكل. تبع عليه هنا بداخل البلاستيده، اريد اوضح لك في الشغله حتى شويه هذا هنا اثخنها زين. باوع لي شنو بداخل البلاستيده؟ ايش عندي؟ عندي لون هذا الجوزي وينه؟ خلينا نسوي بلا هذا اللون. هاي شنو؟ حبيبات نشا، هاي حبيبات نشا، شنو حبيبات نشا. نجي ايش عندي بعد راسم لي هو بالبنفسجي؟ النواة لون فاتح، هاي النواة خوش حكي، هاي نواة. النواة شنو بداخلها؟ بداخلها نوية، صار واضح؟ تجي بعد شنو اللي عندي؟ يقول يابا ايش بيها؟ بيها صوتين، بس صوتين هو شو مسوي لي هنا؟ مسوي لي هنا هيك فشي زين، ومطلع من عندها الاصوات، هذا صوت وهذا صوت، ومنطيني باللون الاحمر كاتب لي هاي شنو؟ بقعه عينيه زين. نجي هاي هسه راح اشر بقعه عينيه نواه بداخلها نويه زين. هاي شنو؟ بلاستيدة خضراء كوبية الشكل، وهاي شنو هنا عندي؟ خلي اجيب هنا حبيبات نشا، هذا شنو؟ جدار سليلوزي، جدار خلوي. هذا شنو؟ صوت، صار واضح طلاب؟ تجي هذا الابيض هو شنو؟ هذا السيتوبلازم.
الغشاء البلازمي هنا يحيط به. هسه ما اريد ارسمه وخرب الرسم. راح تجي تقول يابا هاي الخليه كلها زين، هاي الخليه شوف راح اسوي لك، هاي الخليه راح تنقسم. شلون راح تنقسم؟ شوف راح ارسم لك، ترسم دائره هنا، هاي شوي اسوي لون طوخ، هاي دائره رسمت كبيره، هاي دائره كبيره، خوش حكي. هاي الدائره شنو بداخلها؟ هسه اسوي لك اياها بلون فاتح اخضر، هسه مثل الاستاذ تجاهد فيك علينا، المحاضره تصير طويله ما يخالف، حتى لو تصير طويله بس المهم انت تستفاد. خوش حكي. هذا بقى الجدار الخلوي، شوف شنو اللي هنا، هاي خليه سديش راح اللون الاسود، هاي خليه زين نفس انقسام صار بها انقسامات خليتين، وهاي ثلاثه وهاي اربعه. خوش حكي. تجي هنا أنا ترسم، ايش ترسم؟ ما يراد لها روح القاضي، ترسم هاي. صارت كأنها عرموطة اثنيناتهن، ما لنا علاقة. تجي هاي، هسه ما لنا علاقة نلون لأن صارت محاضرة طويلة. تجي شو تقول؟ الجر سهم والجر سهم والجر سهم، إذن شنو هو؟ قسامات. وين؟ هاي صارت عندي خلايا خلايا متعددة، هاي انقسامات صارت، صح ولا لا؟ انقسامات. شو اعطتني؟ اعطتني اللي هو شنو؟ خلايا بنوية. هاي الخليه البنويه دير بالك انتبه عليه، الكلام يدوموناس شو وقت ما اشوفه هو احاد المجموعه الكروموسوميه. من ينقسم هذا التكاثر اللاجنسي شو يبقى؟ هم احاد المجموعه الكروموسوميه. فشن طاني اللي هي شنو اللي الكلام يدوموناس هذا اللي قدامنا شو يكون؟ سابح بالماء، خلايا سابحه متحركه بالماء، شو تكون؟ احاديه المجموعه الكروموسوميه. هسه هذا هنا خلصت التكاثر اللاجنسي. شوف هسه هذا خلصته، من عنده راح ياخذ تكاثر العفو الجنسي. بس اتاكد من الكاميرا تصور لا زين ماشي الامور لحد اللي هنا. شوف هسه ارجع، هذا شنو يقول؟ تتم عمليه تكاثر الجنسي من خلال تكوين الى 2 الى 8 وربما 16 ابواب متحركه سابحه. فاذا ما نوع التكاثر اللاجنسي؟ تقول تكوين ابواب متحركه سابحه بعمليه انقسام تتم داخل الخليه ضمن جدار السليلوزي الخليه الاصليه. تنطلق الابواب الحره بعد تمزق الجدار الخلوي الاصلي الخليه وتنمو الى خلايا خضريه مستقله سابحه بالماء. تعال راح ارجعك على الرسم حتى انهي هذا الموضوع. شوف هذا هاي الخليه راح تنقسم، ايش قد تكون لي؟ من اثنين، شوف انتبه عليه، من اثنين الى 8 او الى 16 ابواب متحركه وين؟ داخل الجدار السليلوزي، باوع الجدار بقى زين، وراها راح شو يصير؟ يتمزق هذا الجدار، راح يتمزق تطلع هاي الابواب متحركه سابحه، بعدين تنمو لمن؟ الى كائن او الى خليه جديده. صار واضح عمي؟ ارادها اروح القاضي؟ ما ارادها اروح القاضي. تعال اروح على اليمن على الموضوع اللي بعده، العفو التكاثر الجنسي. زين يقول ما نوع التكاثر اللاجنسي في الكلامي دوماناس؟ يقول تكوين الابواغ المتحركه السابحه. كيف تتكون الابواغ المتحركه السابحه؟ تشرح له شنو هو التكاثر اللاجنسي. نجي التكاثر الجنسي، ما يراد اروح القاضي. يقول اشرح عملية التكاثر اللاجنسي في الكلاميدوموناس جايب 2001 الدور الأول. يقول يتم التكاثر الجنسي في الكلاميدوموناس عادة عندما تكون ظروف المعيشة شو وقت؟ غير مناسبة. وكالتالي قبل لا اشرح لك التكاثر بالكلاميدوموناس لازم تعرف من اخذنا التكاثر بالبكتيريا شو وقت؟ من قلت لكم بالمحاضرة حسب ما اتذكر لكم او الغير طلاب قلت لكم يابا يا طلاب
التكاثر بالبكتيريا يصير اندماج بين سلالتين جديدتين تنتميان لنفس النوع تعطيني سلالة مختلفة. شلون واحد عنده مثلا هو مريض عنده التهاب معين بناخذ له الكبسول زين ورا فترة هاي البكتيريا راح تقاوم الكبسول صح لو لا؟ هنا نفس العملية جاي يصير بالكلاميدوموناس بالظروف الغير ملائمة للكلاميدوموناس نفسه لازم شنو يصير اندماج بين سلالتين جديدتين تعطيني سلالة تقاوم هاي الظروف صار واضح؟ فمتى يحدث التكاثر اللاجنسي وين؟ في الكلاميدوموناس. او يقول لك يابا اشرح التكاثر في الظروف الغير مناسبه للكلاميدوموناس قبل تروح الملعفو للتكاثر الجنسي قبل شوي قلت اللاجنسي زين شو كيت بالظروف المعيشه الغير ملائمه باو يقول ينقسم الكلاميدوموناس الذي يكون احد المجموعه الكروموسوميه قبل شوي قلت لك الكلاميدوموناس نفسه كفرد موجود تشوفه بالحقيقه هو قال احد المجموعه الكروموسوميه اعتياديا عدة انقسامات. شوف شنو المجموعة الكروموسومية شنو ينقسم؟ ينقسم اعتياديا كم انقسام؟ عدة متتالية لتكون من 16 إلى 32. استاذ شلون راح يكون من 16 إلى 32 فردا داخل جدار الخلية الأصلي وتكون الأفراد الناتجة مشابهة للكلاميدوموناس الأم ولكنها أصغر بكثير وتدعى بالأمشاج المتشابهة. الامشاج المتشابهه موجوده بداخل الكلاميدوموناس الام. باوع لي هسه ارجع لك على هذا الرسم. احنا قبل شوي ايش رسمنا؟ رسمت هذا التكاثر اللاجنسي. نجي هذا راح يصير بعمليه تكاثر جنسي، شنو اللي راح يصير؟ هذا الكلاميدوموناس احنا قبل شوي منقسم من 2 الى 16 الى 8، لا هذا راح ينقسم ايش قد؟ من 16 الى 32 بنفس العمليه، الواحد ايش قد راح يصير 2 والاثنين يصير 4 والاربعة راح يصير 8 والثمانية راح يصير 16 و16 تصير 32، فهاي انقسامات اعتياديه، النوع الانقسام الاول هو شنو؟ انقسامات اعتياديه متتاليه حتى يصير من 16 ل 32. خوش حكي؟ وين؟ داخل الجدار السليلوزي، هاي. فهاي راح يصير عندي سميها امشاج متشابهه تشبه الخليه الام بس هي شنو؟ اصغر حجما. صار واضح؟ يراد لها روحه، فاللي موجوده الامشاج بداخل هذا الجدار الواحد شو يسميها؟ امشاج متشابهه. زين هذا امشاج متشابهه، تعال وحده وحده اشرح لك اياها حتى نروح على الرسم. انا هسه ليش طلعت منها؟ زين ينمو الجدار الخلوي الخليه الام، يعني هذا الجدار الخلوي راح يتمزق، تتحرر الامشاج المتشابهه وين؟ الى الماء، ثم تتحد مع امشاج اخرى ناتجه بنفس الطريقه من خليه كلاميدوموناس من سلاله اخرى. يعني هسه هاي العمليه صارت على كلاميدوموناس رقم واحد. اهو. هنا لازم الشاشه اضوج من عندها من هالسوالف. باو هاي العمليه هسه صارت عندي هاي العمليه، انتبه عليه. هاي العمليه اللي هو قال يا بينقسم الكلاميدوموناس الذي يكون احد المجموعه الكروموسوميه عده انقسامات يكون له من 16 الى 2 فرد، وين؟ يعني هذا مو الكلاميدوموناس، هذا الجدار بداخله راح ينقسم من 1 الى 2 والاثنين شو يصير؟ 4 زين، والاربعه راح شو يصير؟ 8 والثمانيه راح شو يصير؟ 16 الى 32. خوش حكي؟ هذا فرد رقم 1. زين اكو فرد هم عايش بنفس البركه وهي هم ظروف غير ملائمه، هم منقسم بس من سلاله اخرى، هم صار بمجد من 16 الى 32. هذني اللي بالكلاميدوموناس هذا راح شو اسميها؟ امشاج متشابهه، وهذا شنو؟ امشاج متشابهه، بس امشاج متشابهه مال الكلاميدوموناس واحد تشبه كلاميدوموناس رقم 2؟ لا، ليش؟ لان ذن هاي السلاله تختلف عن هاي السلاله، هذا راح ينمو الجدار وهذا هم راح ينمو الجدار، راح تتحرر تجي تتحد. خوش حكي؟ زين هسه راح اوضح لك اياها على بالرسم. يتمزق الجدار الخلوي الخليه الام وتتحرر الامشاج المتشابهه الى الماء ومن ثم تتحد مع امشاج اخرى ناتجه بنفس الطريقه من خليه كلاميدوموناس من سلاله اخرى. شوف هسه نجي على الرسم، احنا خلينا نبقى على الرسم، هذا الرسم نفسه هاي الدائره اجيبها هنا. خوش حكي؟ راح هسه اسوي مثلها. هاي الدائرة عمي هسه راح اسوي لها حتى كوبي. زين بس شلون تصير الكوبي مالته؟ هاي شوف حتى ليش تقولون؟ ك
كلها ما جاي السر عفا خطولي مو مالا فيك عليكم تيجي هذا خلاص تيجي هذا هسه شنو نقول نقول تكاثر لا جنسي راح اجي ارسم شوف شلون راح ارسم هذا الجدار خلوه مالك لا ميدو مناص وش حكي بس هنا صار كبير هذا الجدار خلوه مالك لا ميدو مناص راح يتكون بداخله هذا نقول فرد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية المهم 16 فرد خوش حكي زين هنا اكو فرد ثاني شوف حتى اوضح لك اياها لان هو بالكتاب ما موضحها اكو فرد ثاني بنفس البركة عايش هم بي هم عانى انقسامات احتيادية متتالية شوف هم عانى انقسامات احتيادية متتالية كولي من 16 الى 32 وهذا من 16 الى 32 وراها راح شو يقول يقول يتمزق هذا الجدار شوف شلون راح امزقه باو هذا الجدار شوف شلون راح امزقه هذا تمزق الجدار شوفه ومال هذا هم شنو تمزق شوفه شلون تمزق زين من تمزق تعال 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 شويه هذا شنو صار بي تمزق وهذا هم تمزق الجدار خلوي راح هذا اللي هنا شو اسميه امشاج متشابهة وهذا اللي بداخله هم امشاج متشابهة زين راح تتحرر الامشاج المتشابهة شوف راح شو اسوي راح اخذ لي واحد اخذ هاي مثلا تجي هاي الامشاج المتشابهة سابحة بالماء وهاي الامشاج المتسابحة متشابهة جتي هم هنا زين هسه برايك هو طبعا الامشاج هنا بها اصوات زين كل ما شيج بي شنو بي هذا صوت هذا صوت وهذا صوت وهذا صوت خوش حكي هسه ذن امشاج متشابهه لو غير متشابهه غير متشابهه لان هذا من سلاله وهذا من سلاله اخرى راح تتحد راح يصير اخصاب زين راح صار صار اخصاب هسه صار صار اخصاب هذا يجي يتحد هنا العفو هاي لازم شوي نوضحها بالرسم تجي هسه انتبه عليه هذا كله جيبه خليه هنا ايش كول لي شوف باو صارت شنو صارت الزيجه هاي شو اسمها اسمها الزيجه الزيجه هذا الكلاميدو مناسكان هذه المجموعة الكروموسومية من صارت بين انقسامات احتيادية هو إذا كان أحد المجموعة الكروموسومية أنا قايل لكم واحد سين ينقسم يبقى واحد سين سواء احتيادي أو اختزالي خوش حكي اثنين سين ينقسم احتيادي يبقى اثنين سين خوش حكي اثنين سين ينقسم اختزالي شي يصير واحد سين بواحد سين فهو أنا هاي العملية اللي صارت هو كانت أحد المجموعة الكروموسومية قسمت انقسامات احتيادية فبقت انت مو تسمع راسا انقسام اعتيادي راح تقول لي صار لازم يكون اثنين سين لا الاثنين سين تتكون بعد الاخصاب فهاي الزيجه هنا صارت اثنين سين ثنائيه المجموعه الكروموسوميه خوش حكي بس الزيجه هنا مال كلاميدو مناس كم صوت بيها واحد اثنين ثلاثه اربعه يسموها رباعيه شنو الاصوات زين نجي وراء الزيجه راح شو يصير بيها باوع الزيجه راح تفقد الاصوات مالتها تعال ارسم لك هنا هاي الزيجه خوش حكي هاي الزيجه اللي هي 2 سين فقدت الاصوات مالتها مو كان بها هذا اللون الفاتح زين شوف هاي يعني شنو 2 سين فقدت الاصوات بس ايش راح شو تحيط نفسها راح تحيط نفسها بجدار سليلوزي سميك شوفه جدار شنو سليلوزي سميك راح تحيط نفسها بجدار سميك العفو جدار سميك تعال خلينا نشوف بعد شنو اللي عندي وحده وحده احنا هذا الموضوع من قد ما هو يعتبروه صعب حذفوه بس هو بالاصل شنو موضوع بسيط بس انا اريدك تركز صح المحاضره صارت طويله بس تركز لازم تجي
يقول يتكون نتيجة اتحاد الأمشاج. شو تكونت عندي؟ الزيجة. الزيجة شو اسمها؟ اسمها الزايغوت. نفسها الزيجة اسمها شنو؟ الزايغوت. تقدر تقول الزيجة أو الزايغوت. اللي شو تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية؟ يا بليش ثنائية المجموعة الكروموسومية؟ لأن هي ناتجة شنو؟ من اتحاد الأمشاج غير متشابهة. وتكون رباعية الأصوات، تسبح لفترة من الوقت في الماء ثم تفقد أصواتها وتحاط بجدار سيلولوزي سمي. مثل ما قلت لكم ليش نحاطت علل تحاط الزيجة، هذا تعليل علل، تحاط الزيجة بالجدار سيلولوزي سميك ليش؟ لكي تستطيع مقاومة ظروف البيئة الغير مناسبة. زين عند ذلك عند ذلك شنو؟ بالبوغ الزيجي، ويطلق عليه بالبوغ المتحرك. فهسه صارت عندي تسميتين، البوغ الزيجي والبوغ المتحرك. عرف للبوغ الزيجي او المتحرك، تقول وهي تسمية تطلق على من؟ على الزيجة الناتجة من اتحاد الأمشاج الغير متشابهة أو الأمشاج الناتجة من سلالتين مختلفتين، لمن؟ للكلاميدوموناس، حيث تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية والعفو شي يكون ثنائي المجموعة الكروموسومية ويحاط بغلاف، أو تقول تقدر تقول هنا مثل ما موجود هو بالأجوبة النموذجية. زين هو زيجة متكونة من اتحاد الأمشاج المتشابهة التي تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية بعد أن تفقد أصواتها. هو شو وقت صار البوغ؟ زين متكونت الأمشاج المتشابهة وفقدت أصواتها وانحاطت بجدار، يلا سميتها شنو؟ بوغ زيجي. فانحاطت بجدار سيلولوزي سميك لمقاومة الظروف البيئية الغير ملائمة، ثم تعاني انقساما اختزاليا عندما تكون الظروف ملائمة مكونة أربعة أفراد أحادية المجموعة الكروموسومية. باوع لي هذا مصار عندي ابواق اخصاب، العفو هاي امشاج متشابهه قلت لكم، هاي من سلاله وهاي من سلاله اخرى. ايش قولوا لي؟ الزيجه. ايش قالت؟ ثنائيه المجموعه الكروموسوميه. هنا بها كم صوت اذا تبع لها بالرسم؟ اربعه. زين بقت ثنائيه المجموعه الكروموسوميه، فانحاطت شنو؟ بغلاف سيلولوزي. من فقدت الاصوات وانحاطت بجدار سيلولوزي سميتها بوغ زيجي او البوغ المتحرك. ايش قالت؟ ثنائيه المجموعه الكروموسوميه. الحد اللي هنا شنو صارت؟ الحد اللي جاي بقى. الحد اللي جاي نعتبر الظروف غير ملائمة. زين من تصير الظروف ملائمة راح شنو؟ راح يتمزق، راح تعاني باوع بداخل. هو ايش قد كانت زيجة واحدة؟ راح ايش تعاني؟ انقسام اختزالي، تكون لي اربعة. هسه واحد راح يقول استاذ احنا لو اثنين لو ثمانية لو 16 لو 16 لو 32 هنا شلون اربعة؟ باوع هي الزيجة، هاي الزيجة عانت انقسام اختزال، هاي كانت 2 سين، عانت انقسام اختزالي اول صارت ايش قد؟ 2. هذا اختزالي شنو هو؟ اول النوب، بعد شطلب اختزالي ثاني، كل خليه راح تنقسم من انقسام اختزالي ثاني. فاي شيء اي شيء باو، وهاي كلها شو تكون؟ احاديه المجموعه الكروموسوميه. اي خليه تمر من انقسام اختزالي لازم تعطيني اربعه، اربع خلايا. هاي قاعده مو اخذنا ما راح تكون النطف، النطفة ايش قد تكونت؟ الخلية الجرثومية ايش قد تكونت لي؟ اربع نطف، صح ولا لا؟ هنا نفس الحالة، الزيجة انقسمت انقسام اختزالي كونت لي اربعة شنو؟ اربعة ابواق احادية المجموعة الكروموسومية. النوب تتحرر هاي الخلايا راح شو ترجع شو تكون لي؟ شوف شو تكون؟ تكون لي هذا، ترجع لنفسيته الاصلي. هسه هذا يجي تكاثر جنسيا الابواق المتحركة السابحة، العفو الامشاج الابواق السابحه بالماء. زين متحركه. زين ايش قد من 8 من 8 من 2 الى 8 الى 16. زين او الجنسي، هذا الجنسي شوفوها بنفس الحاله من 16 الى 32 انه بيصير اتحاد بين سلالتين مختلفتين، راح يكون للزيجه، الزيجه راح تفقد اصواتها اللي هي كانت رباعيه الاصوات ثنائيه المجموعه الكروموسوميه، مال المجموعه الكروموسوميه للزيجه ايش قال؟ 2 سين، البوغ الزيجي 2 سين. زين الابواق احاديه المجموعه الكروموسوميه، الكلاميدوموناس كفرد واحده ايش قال؟ احاد المجموعه الكروموسوميه. ليش هو كفرد؟ تقول يابا لان هو ناتج من انقسام اختزالي لمن؟ للبوغ الزيجي، صح ولا لا؟ فكون عندي اربع افراد احاديه المجموعه الكروموسومي. نجي ناخذ الاسئله الوزاريه عليه. شوف هذا اخذناه، يقول لك ما المجموعه الكروموسوميه للخليه الخضريه كلاميدوموناس الامشاج المتشابهه كلها احاديه المجموعه الكروموسوميه، البوغ الزيجي، الزيجي ثنائيه الزيجه ثنائيه المجموعه الكروموسوميه. علل، يعاني البوغ الزيجي انقساما اختزالي. ليش يعاني البوغ الزيجي انقسام اختزالي؟
حتى يتكون أربعة أبواق أحادية المجموعة الكروموسومية. علل كلاميدوموناس أحاد المجموعة الكروموسومية. الخلية الخضرية الكلاميدوموناس أحادية المجموعة الكروموسومية. يقول لك يابا هذا الكلاميدوموناس أحاد المجموعة الكروموسومية، ليش؟ ليش ما صار اثنين؟ لا هاي بقى هنا لأن البوغز زيجي يعاني انقسام اختزالي. تقول لأن البوغز زيجي يعاني انقساما اختزاليا لتتكون أربع أفراد أحادية المجموعة الكروموسومية، كل منها تنمو إلى كلاميدوموناس جديد. ارسم مع التأثير تكاثر الجنس في الكلاميدوموناس. تيجي تبدي منها كم عندك كم شغلة؟ 1 2 3 4 5 6. شلون تيجي ترسم كلاميدوموناس؟ شوف أعلمك بالرسم، تيجي ترسم الكلاميدوموناس، علمتك شلون رسمته، سوي لك جدار سيلوسيميك وتقول شنو راح يكون لي من 8 إلى 16 حسب ما موجود بالشرح. النوب راح تتحرر، راح ايش يصير عندي؟ اخصاب راح يتكون ورا الاخصاب هذا. شوف ترسم النوب الزيجي رباعية الاصوات، النوب بوغ زيجي ترسم لك دائرة ثنائية المجموعة الكروموسومية، النوب انقسام اختزالي، النوب تقول ابواق، وهالابواق راح تنمو تكون لي فرد جديد. صارت سهلة لو صعبة؟ صعبة. انا اقعد على اساس اخذ التكاثر بليو غلينة بس خليها اخذ محاضرة واحدة وخلصت محاضرتي وياكم زين، وان شاء الله التقيكم بمحاضرة جديدة. خلي اشوف بعد ايش عندي. فراغ المجموعة الكروموسومية للخلية الخضرية كلاميدوموناس فراغ زين حديث المجموعة الكروموسومية، ليش؟ لانها ناتجة من انقسام اختزالي للابواق. زين، ما نوع تكاثر لاجنسي كلاميدوموناس؟ يقول تكوين الابواق المتحركة. ايش راح عملية تكاثر لاجنسي كلاميدوموناس؟ هاي شرحنا. فهاي الاسئلة اللي تيجي على الكلاميدوموناس. صح المحاضرة صارت طويلة لان المحاضرة محذوفة، واذا ماكو حذف هاي السنة فهاي المحاضرة مهمة مهمة جدا جدا. يلا التقيكم محاضرة جديدة ان شاء الله. في امان الله وحفظه.